لكن اسمحي لي ان انا في البدايه اهنئكم بالمؤتمر، واسمحوا لي ان ارحب بيكم وبالاسهام اللي انتم اسهمتوا بيه اثناء الحوار اللي تم مع الدكتور خالد. بشكرك شكرا جزيلا، واسمحوا لي ان احنا نوجه لهم التحيه على ذلك. يعني الحقيقه العنوان بتاع عنوان الجلسه عنوان مهم قوي، واحنا في مصر لنا تجربه في طرح الازمه، وازاي الازمه ممكن تتحول الى او المحنه تتحول لمنحه يعني. وانا هقول 3-4 امثله لو سمحتوا لي على تجربتنا هنا في مصر في هذا المجال. هبدأ في القطاع الصحي على سبيل المثال. احنا كان عندنا يعني احنا خرجنا من 2011 بظرف اقتصادي صعب وحالة عدم استقرار أمني نتيجة التطرف والإرهاب، والبلد كانت في حالة فوضى يعني، وبالتالي التحديات اللي كانت موجودة والأزمات اللي كانت موجودة ساعتها أي حد كان يشوفها في الوقت ده يحس إن ما يعني إنها ما فيش حل يعني، ما فيش حل. لكن الحقيقة الأمر مش كده.